قناة اسمها Game Energy. صاحب القناة قام بعمل فيديو في مجال التنويم المغناطيسي. قناته متخصصة بمجال الألعاب، الأشخاص الذين يهتمون بمجال الألعاب ويحبون مجال الألعاب فأنصحهم بالاشتراك في هذه القناة، فهي قناة رائعة جدا في مجال الجيمين وفي مجال الألعاب. وكذلك لو كانت عندك أي نصيحة أو تريد أي مساعدة أو أي شيء، يمكنكم الدخول إلى القناة والكتابة على تعليقات من الفيديوهات، وإذا كنت تريد مساعدة فهو سيساعدك كذلك، يمكنك كتابة تعليق والاشتراك في قناتي، سيساعدك في مجال الجيمين والألعاب لأنه أظن أنه تخصصه بشكل كبير. ولكن شاهدت أنه قام بعمل فيديو في مجال حول مجال التنويم المغناطيسي، وتكلم عن مجال التنويم المغناطيسي وذكر شيء فعلا جعلني غريب جدا، الذي هو تكلم عن الماستر أحمد هندية وفضله عن بعض الأشخاص في مجال التنويم المغناطيسي، ونصح كذلك الأشخاص الذين يتابعونه في قناته، نصحهم بمجال التنويم المغناطيسي والذهاب إلى الماستر أحمد هندية. فأنا أشكره بشكل كبير جدا على ثقته فينا أولا، على أننا نمارس التنويم المغناطيسي بشكل احترافي. كذلك في نفس الوقت أنا أنصح بأي شخص النزول إلى رابط وصف هذا الفيديو والاشتراك في قناته، وكذلك فعل زر الجرس في قناته حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد، فله فيديوهات رائعة في مجال الجيمين. كذلك أنا شخصيا مشترك في قناته واشتركت حاليا في قناته. في نفس الوقت هو شخص رائع جدا، وأشكره على ذلك الفيديو الخاص بالتنويم المغناطيسي وذكر اسمي في ذاك الفيديو، فأشكره كثيرا وأنصح الجميع النزول إلى وصف هذا الفيديو والاشتراك في قناتي. نراكم في فيديوهات قادمة.